دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم البرلمان الجديد للانعقاد في الثالث من الشهر المقبل، مما يمهد الطريق أمام النواب لانتخاب حكومة جديدة تبدأ في إعادة بناء البلاد بعد 3 سنوات من قتال ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية. في غضون ذلك وصل صباح اليوم إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وفد رباعي من تحالف سائرون الحكمة النصر الوطنية لبحث تشكيل الحكومة العراقية. حراك تشكيل الحكومة العراقية يصل أربيل. تحالف سائرون النصر الحكمة والوطنية يسرع من خطاه للضم الديمقراطي الكردستاني. وفد رفيع المستوى جاء لقطع الطريق على تحالف الفتح والقانون المقرب من طهران. تكاد تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني تطابق موقفه عند تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها. دائما ينتظر نهاية التحالفات مراهنا على الفوز بأعلى الاستحقاقات. الدعم الأمريكي لتحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي قد يغري الديمقراطي بالانضمام إليه. بدون شك أن القوى الكردية وحكومة الأقليم كردستان مقربة إلى كتلة النصر التي يقودها السيد حيدر العبادي، كما أن الرأي الأمريكي أيضا يجمع على ولاية ثانية للدكتور حيدر العبادي. لكن هذا لم يدفع المعارضة الكردية للقبول بدعوات الديمقراطي لتشكيل فريق موحد في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية. الآن من أربيل ينضم إلينا كفاح محمود الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ كفاح. ما الذي يريده الوفد الرباعي السياسي الحزبي من أربيل الآن من خلال هذه الزيارة؟ يعني مساء الخير بداية، كل يغني لليلاه. بالتأكيد القادمون هنا إلى أربيل يبحثون عن بيضة القضبان التي تكتمل بها الكتلة الكبيرة. أربيل استقبلت خلال يعني على الأقل خلال 10 أيام الأخيرة معظم ممثلي معظم الكتل الكبيرة والمتنافسة تحديدا، وأنا أقصد هنا كتلة فتح وكتلة نصر. بالتأكيد كما ذكر تقريركم الآن كانت أجواء إيجابية لاجتماعاتهم، كما كانت نفس الأجواء إيجابية مع الآخرين. يعني نحن في مرحلة كما قال السيد فاضل ميراني تبادل أفكار حول شكل الكتلة الكبيرة وبرنامجها، وخاصة ما يتعلق بإقليم كردستان. تعرفون جميع، يعني الكل يعرف أن هناك سلة مكتظة بالإشكاليات مع بغداد في مقدمة هذه الملفات، ملفات المناطق المستقطعة، نعم، المسمات المتنازع عليها، تطبيقات المادة 140، قانون النفط والغاز، والعديد من الإشكاليات مع بغداد. طيب الحزبان الكرديان الرئيسيان الديمقراطي والوطني إلى من يميلان ككتل حزبية في العراق الآن قبل تشكيل الحكومة؟ بالتأكيد يميلان إلى الكتلة التي يعني تشترك معهم في المرتكزات الأساسية الثلاث، وهي إعادة أو تفعيل الشراكة الحقيقية بين كل المكونات وليس المكون الكردي فقط، التوافق في البرلمان في القضايا المصيرية، ثلاثة التوازن في مؤسسات الدولة سواء الأمنية، العسكرية، الدبلوماسية، الاقتصادية، السياسية. هناك شعور انتاب المكونين الأساسيين. ما هي الكتلة التي تمثل كل هذه الثوابت خلال السنوات الأخيرة؟ نعم، ما هي الكتلة التي تلتزم بهذه المبادئ الثلاث التي تحدثت عنها، وبالتالي فإن الأحزاب الكردية توافق على الانضمام إليها؟ يعني بالتأكيد أخي الكريم هناك إشكالية لدينا هنا. الكل يغني كما قلت لك لليلى، والكل يدعي بأنه سيطبق الدستور، لكن لدينا تراكم كبير هنا في الإقليم من مسألة الوعود وحتى الاتفاقيات. يعني نحن شهدنا خلال فترتين لحكم السيد نوري المالكي توقيع العديد من الاتفاقيات بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية التي رأسها السيد المالكي، لكن للأسف الشديد لم تنتج إلا
الاقتتال الذي حصل، والحمد لله أنه لم يتسع بعد الاستفتاء. ولذلك الآن الخطاب الكردستاني يؤكد بوضوح على نقاط مهمة جدا، وهي أن تكون كل الاتفاقيات معلنة أمام الرأي العام وبشهود كل الحلفاء الرئيسيين للعراق. يعني دعني أكون يعني شفافا هنا، الحلفاء الرئيسيين هم إيران والأمريكان. هؤلاء إذا كانوا شاهدين على الاتفاقيات بالتأكيد يعني ستلزم جميع الأطراف على تطبيق خارطة العمل بين الطرفين الرئيسيين، يعني بين إقليم كردستان وبين بغداد. الكتلة الكبيرة الآن، طبعا النصر تدعي، سيد العبادي يدعي بأنه وضع عنوات الكتلة الكبرى. إذا ما ذهبنا إلى السيد المالكي وكتلة فتح، هم أيضا يدعون بأنهم شكلوا الكتلة الأكبر. مطلع الأسبوع القادم سيذهب وفد رفيع المستوى من الإقليم إلى بغداد ربما ليعطي مجموعة إجابات للأفكار التي طرحت من قبل الوفد الرباعي الذي كان اليوم هنا في الإقليم. نعم. وأيضا سيلتقي مع بقية الكتل وتحديدا مع فتح أيضا. شكرا جزيلا لك أستاذ كفاح محمود، الكاتب والمحلل السياسي من أربيل.